فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: توفي والدي رحمه الله في هذا العام قبل رمضان، فهل يجوز أن نضحي له أم يجب أن تتم له سنة من حين وفاته؟ لا، نضحي له، نضحي له وتبادل، لأن هذه شعيرة وفيها أجر عظيم، صدقة، ضحي. نعم، ولا فيه تحديد الموت ما يضحى له ولا عقب سنة، لا، ما له أصل هذا. نعم.